عشان دلوقتي حركة البيع والشراء عاملة ايه؟ والله بنسبة السنة اللي فاتت يعني ولا عامة يعني؟ لا عامة عن السنة اللي فاتت فرق طبعا كتير. زيادة؟ زيادة طبعا، يعني بالنسبة للأسعار، الأسعار في زيادة. أهم الناس اللي بتجيلك هنا يا مين يا محمد؟ من القاهرة كبرى ولا من الأقاليم؟ من الأقاليم كتير. يعني هو الشغل كله عن الأقاليم. وبالنسبة بقى إن حركة الكورة واقفة وبتاع، فدي بتأثر كتير. شغلنا كل الوقت بقى يعني بنظبط تليفون وشحن وكده. طبعا مكاتب الشحن كمان بتبقى فيها مشاكل لأن عليها ضغط جامد، الحاجة ما بتوصلش بسرعة. بتروح من كام النهاردة؟ الأسعار الكراريس بكام؟ النهارده مثلا داسة الكشكيل النهارده كنا بنبيعها الاول ب 12 جنيه، دلوقتي ب 15 جنيه. مش نفس الجوده، مش نفس الجوده بتاعت السنه اللي فاتت. واللي كان بياخد حاجه الترمين مع بعض دلوقتي بياخد حاجه الترم واحد. الناس الاول كانت بتنزل تجيب حاجه الترم كلها مره واحده، دلوقتي الناس خايفه. الكراريس عندك بكام؟ ما انا بقول لحضرتك السنه اللي فاتت كنا بنبيعها ب 12 جنيه، السنه دي ب 15 جنيه. ومش نفس سعر السنه، يعني مش بنفس المكسب بتاع السنه اللي فاتت. الزمزميات عندك عامله ايه؟ الزمزميات برضك يا فندم في حاجات زي كده، زي المستوردات برضك كلها زي كده. بالنسبه للفورمان دي والحاجات دي كلها عاليه. بالنسبه بكام دلوقتي الزمزميه؟ يعني كنا بنبيعها السنه اللي فاتت ب 10 جنيه، النهارده ب 15 جنيه. ايه رايك دلوقتي في حركه البيع والشراء؟ والله هندسه، حركه البيع والشراء السنه دي اسوأ سنه بنمر بيها باسعار البيع والشراء. تلاقي عندنا احنا بالذات في السنتر ما بنزودش في الاسعار. ايه رايك دلوقتي في حركه البيع والشراء؟ والله هندسه، حركه البيع والشراء السنه دي اسوأ سنه بنمر بيها باسعار البيع والشراء. تلاقي عندنا احنا بالذات في السنتر ما بنزودش في الاسعار. هل انتوا في زياده في احنا عن نفسنا الاسعار بتاعت السنه اللي فاتت؟ اسعار السنه دي ما رفعناش ولا زودنا اي حاجه على المنتجات بتاعتنا كلها. لا منتجات صناعتنا وتوكيلنا احنا، فهنزود فيه. شغال بياع بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع 10 سنين. حركه البيع والشراء النهارده عامله ايه؟ تعبان الحمد لله. ايه بس ليه ولا في بيع ولا شراء زي ما انت شايف؟ مفيش زباين اهو. الاسعار بقت زياده فيها قد ايه؟ نسبه قد ايه؟ 10%. الدنيا الاخبار ايه؟ الاخبار يعني الاسعار في المتناول الجميع كده. في زيادة بتاع 20%. الادوات المكتبيه بس؟ الادوات المكتبيه وكشاكير وكراريس كله كده. طب بالنسبه للاقلام عامله ايه عندك؟ الاقلام كويسه يعني، مفيش حاجه غلط فيها كتير قوي يعني، في حاجات وحاجات لا. النهارده دست الاقلام بكام؟ يعني ب 6 جنيه. النهارده المقلمه بكام؟ المقلمه في حاجات ب 2 جنيه ونص، حاجات ب 10، حاجات ب 12. حاجات زادت قد ايه الحاجات دي؟ الحاجات زادت، في حاجات زادت 30%، 40%، 20% كده. اسعار غاليه جدا السنه دي، المشكور بنجيبه من هنا بيتراوح من 60 ل 70 قرش دلوقتي، من جنيه لجنيه ونص. تمام. وكمان الورق بقى رديء جدا كمان. طب بالنسبه للكشاكيل كانت بجنيه وجنيه ونص، طب بالنسبه للاقلام والمساطر نفس الفكره برضه بتتراوح اسعارها. مثلا كانت دسته الاقلام مثلا 10 12 بنجيبها مثلا ب 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه، دلوقتي بتتعدى 10 و11 نفس الكلام يعني. بتشتري من شنط مدارس؟ طبعا، بس ما بجيبش من هنا بصراحه، لان هنا ما فيش. هنا انت عارف حضرتك كشاكيل وبتاع، بننزل نجيب من عندنا من السيده زينب، بنزل اجيب عندنا من المعادي. جبت بكام الشنط؟ برضه غاليه جدا برضه يعني، برضه حسب هو في طبعا الامكانيات يعني. حضرتك انت عارف في ناس متوسطه الحال، في ناس عاليه الحال. حسب الزياده شايفها بكام؟ نسبه كام للشنط؟ لا بتتراوح عن السنه اللي فاتت بتعدي 25 30% كمان. والله الكتب يعني حركه بطيئه بسبب غلو الورق وغلو الاحبار وغلو المطابع، يعني كل كتاب زاد مثلا ب 3 و 4 جنيه. فالحركه برضه البيع مش هي اللي احنا شايفينها كويسه يعني. الانسان يعني مثلا بقول لك الكتابه ب 35 بقى 38، الكتابه مثلا ب 10 بقى ب 12. الزياده عشان كله بقول لك اسعار الورق والدولار والاحبار والمطابع كل ده زاد مره واحده. بقالك قد ايه بتشتغل في البيع؟ بقالي 13 سنه. استاذ محمد الاسعار عامله ايه؟ والله الاسعار في الزياده كل يوم، والاسعار ازيد من السنه اللي فاتت 30%. لا الحاجه زادت يعني، حته زي دي كده كنا بنجيبها ب 20 جنيه، دلوقتي احنا بنجيبها ب 30، يعني كيلو
بيننا وبين نكسب فيها 5 جنيه. استاذ محمد النهارده الدنيا عامله ايه معاك؟ الاسعار وحركه البيع والشراء؟ مفيش والله العظيم 3 يعني. مش عايز اقول لك السنه دي يعني سنه كبيسه يعني. ازاي سنه كبيسه؟ هو الشغل هو قدام منك ومش عارفين ولا في سمون ولا بيع ولا شراء.